هذا أبر ليميت والكلافيكل ستيرنم كلافيكل وال ال ال السكابلة إسبان أو السكابلة اعتبرني اللور سيركولر كروس سكشن بالمقطع صحيح سيركولر it has skeleton السكيلتن يعني تتكون من ال seven cervical vertebrae ال seven cervical vertebrae تتكون من طبعا هاي atypical تحتوي على triangular shape vertebral canal مثلث الشكل vertebral canal تكون triangular in shape bifid spinal process it has transverse process has foramen for passage of vertebral artery okay and it has two or three vertebrae has atypical configuration اللي هي اول وحده الاطلس فيها arch posterior anterior arch هاي الاطلس والaxis odontoid process this one odontoid process هذا الaxis بالمناسبة هذا الأدنتات راس هو body of the first cervical vertebra بس صار separation بين زين هذا الأدنتات راس وأدي ال seven cervical vertebra فقرة السابعة تكون ما بي بايفيد هسه لحظة بايفيد أخير فقرة اللي هي سابعة cervical seven تكون prominent مو بايفيد اسمها cervical prominence بالفلكشن تحس فد بروجكشن بالنك زين هاي سموها سيرفايكال برونس نقدر نحسها هنا أنا. هي سيرفايكال برونس ليش انا اعرف هاي سيرفايكال برونس هنا او هنا ناخذها كمان هاي سيرفايكال برونس اللي يكون كان بي بالبيتن يعني بتجي على النك وانت ما تحسها اخير شيء تجي بوينتن هاي سيرفايكال برونس حتى تحدد لي يا فيرتبرا على ضوءها تكون بها او اي تشينجز او ديسك برولابس واحد عنده نك بين فتجي اول شيء تروح على سيرفاكل الفقر السابعه تضغط على سيرفاك برونس تشوف اكو بين عنده ولا لا وعلى ضوءها تصعد الى الاعلى او الاسفل فهنا على تي 1 تي 2 وهكذا فوق السيرفاك برونس عندك ال 6 و 4 و 9 إذن عندي السيرفاكل فيرتبرا سبعة ترينجل شيب فورامن ترانزوزاريوم والبايفيد سباين بروسس نجي الانر بوني سكلتن للنك هو الهاي بون اللي يحتوي على بادي و هذا البادي هذا هذا هو البادي اوف ذا ثايرويد هذا اللارينكس هذا الهيد بون يكون من بادي والليسر هون والجريتر هون هذا الجريتر هون وهذا هو الليسر هون هذا فور اتاتشمنت للسيرت ليجمنت زين سال هاي ليجمنت هذا عندك الجريتر هون وهذا البادي عندك يرتبط هذا الهايد بون بمسات المصل لأنه هو فد يعتبر كليفر عتلة شكو مصل ترتبط به ترفع لي اللارنكس للأعلى مثل دايجاسك مصل ستايل هايد مصل زين وشكو عندك عضلات ترتبط بالهايد بون للأسفل ويدبرس الهايد بون واحدة تصعد هايد بون واحدة تصعد هايد بون واحدة تنزل الدايجاتيك صعد الستراب مصل تنزل مثل الستراب عندك هذا الهايد بون فالعضلات الموجوده بين الستانم والمانوفريم الى الهايد بون يسموه ستانو هايود من اوريجين الانسرشن الانسرشن هو يتحرك اتجاه الاوريجين ستايلو عفوا ستانو هايود من ستانو الهايود فالهايود يتحرك باتجاه اسفل سجل هاي الستانم ستانو هايود ستانو ثايرويد لثايرويد كارتج
الانترنت كارت هذا اوبليك لاين هذا بليت زين هذا اوبليك لاين وهذا الميديان يسموه ادم ابلز بانجل اوف البليت اوف ثالث كارتج فعندك هذا اوبليك لاين تربط بين عضله اللي هي سيرنوم تايرويد ومن الاوبليك لاين الى الهايود اكو ثايرو هايويد يعني اذا العضله تنقسم قسمين واحدة للهايود ثايرويد واحدة تروح للهايود سيرنو هايود ثايرويد عفوا ستانو ثايرويد ستانو ثايرو هايويد ستانو ثايرويد وثايرو هايويد او تروح مباشره الى هايويد يسموه ستانو هايويد تجي هنا على هاي وين نلقيها هسه لاحظ هاي العضله اللي هي شوفها هاي ستانو هايويد خارجيه كلش هي ستانو هايويد وعدي هاي العضلة يا استنى هاي ده شوفوا نفسها استنى هاي جواها ستانو ثايرويد من السنم للثايرويد هاي الفوق هاي ستانو هاي ستانو ثايرويد ومن أبليك لاين إلى هاي البون سميه ثايرو هايويد ثايرو هايويد ومن السكابلا الى الهايويد يسموه امو هايويد هاي امو هايويد من السكابلا هنا سكابلا شوف انجلوب سكابلا هاي الى الهايد بون يسموه امو هايويد من السنم ستانو هايويد من السنم الى الثايرويد ستانو ثايرويد والرابعه هي ثايرو هايويد بدني العضلات يسموه ستراب مصل of the neck مرتبطة بالهايد بون السكيلتون of the neck زين شرحنا لكم بذاك المختبر بينه النيك قسمناها الى انتير تراينجل اللي بين ميد لاين والستنوكليدومس لاين والمندبل فسوى لي تراينجل نسميه انتير تراينجل بسيط تراينجل بين ستنوكليدومس لاين وترابيزيس والكلافيكل سوالي بوسيت تراينجل قسمنا ذني تراينجل الى كتوبوغرافي الى سب ديفيجن بوسيت تراينجل عن طريق الامو هايد اللي قلنا هاي جاي من السكابلا الى الهايد بون اللي امو هايد الامو هايد هاي انفير بلي هاي سوبر بلي الانفير بيت قسم لي التراينجل اوف نيك بوستيريور تراينجل اوف نيك الى سوبر كلافيكنا اللي بيها سوبر كلافيان والى اوكسيتا تراينجل بيها اللي هو سيرفاكال بلكسس اوف نيرف هاي مفهوم؟ اذا هاي سوبر كلافيكنا اوكسيتا هاي اوكسيتا تراينجل نقسم الاوكسيبتا ترانجل هم الى سب ديفايد عن طريق الاكسسر نيرف اللي هو عصبة 11 كراين نيرف اللي هو هذا نازل على عضلة هاي العضلة نسميها ليفيتر ليفيتر سكابلر مصل هاي ليفيتر سكابلر مصل الليفيتر سكابلر مصل اللي هي يمشي عليها الاكسسر نيرف قسم لي النك الى كيرفول اريا كيرفول كلش يعني لازم يكون بعنايه من تشرع عليه كسرجري هنا كلش خطره يعني بي انرفيشن بي براكل بلكسس وكالس اريا فوق الاكسسر نيرف هاي سم كير يعني تقدر تشغل عادي لف نود ابسس خراج فتفتح